قشر سمكة بقى نتكلم عنه برضو، لأنه أكيد المشاهدين حابين يعني يعرفوا إيه قشر السمكة ده برضو. إحنا قلنا نوع من الأسباب طبعا، هل السبب الوحيد هو زواج الأقارب ولا في أسباب أخرى؟ يعني 90% ما بتبقى زوج اقارب، انما ممكن تلاقي مثلا هو خلل جيني برضو بيحصل، بس غالبا بتلاقي زواج اقارب. مشكلته هو مش مرض خطير لا يؤدي الى الوفاه، ولكنه بيعمل حاجه صعبه جدا، انه بيخلي الولد مش قادر يواجه المجتمع ويتعرض للتنمر باستمرار. لان في حالات منه من قش السمكه اللي هي النوع الثالث بيبقى المنظر صعب، جلد طبعا بيبقى عليه طبقات قشور زي كانه يعني قشر سمكه، وبتبقى لونها غامق جدا، وبعدين بيبدا الجلد من يعني من تقشره يشد البق يشد العين، فتلاقي العين مفتوحه باستمرار، البق مفتوحه باستمرار. فللاسف الولد ما بيقدرش يروح المدرسه لان الاولاد بيخافوا منه، فبيبقى حاجه صعبه جدا على الاسره وعلى الطفل وعلى الناس. فطبعا وده ليه علاج نقدر نعالجه. فمن هنا جت المبادره ان احنا نبدأ. ما أنا طبعا في امراض جلديه اخرى كتير مزمنه، بس المرضين دول بالذات بيمثلوا مشكله صحيح. للاسره وللطبيب وللمصاب وهكذا، صحيح. فاخترنا الاثنين دول صحيح.